أعزائي المشاهدين، اختتمت فعاليات ورشة التصوير الضوئي الأول للفتيات، حيث كرم عدد من المتميزات وتم منحهم أيضا شهادات تقدير عن الأعمال الإبداعية. زميلة أمنية مصطفى أعزائي المشاهدين حضرت جانب من هذا التكريم ونقلت لنا هذه الصورة. اختتمت فعالية ورشة التصوير الضوئي الأولى للفتيات والتي أقيمت ضمن برنامج لجنة الفعاليات الشبابية لاحتفالية الدوحة عاصمة الثقافة العربية 2010 بفندق الميلينيوم. طبعا الورشة الأولى هي للفتيات، الهدف منها أول شيء الأساسيات، إنزين. بعد ذلك طبعا اكتشاف المواهب، والحمد لله في الورشة اكتشفنا مواهب كثيرة لأول مرة عن طريق الورشة الأولى للفتيات. طبعا طلعنا تصوير خارجي، منها اللي كانت في متحف الإسلامي وبعد في سباير زون، وكان يعني ما شاء الله البنات من أول مرة لمسكتهم الكاميرا، خلونا ما بنقول تهوروا في التصوير، لم نتوقع النتائج اللي اظهروا فيها في خلينا نقول في الختام. ونقول الحمد لله، ان شاء الله يعني اوعد ان شاء الله الفتيات او الاخوات اللي شاركوا في الورشه هذه ورشات ثانيه ان شاء الله. طبعا اقيمت هذه الورشه في الفتره من 1 حتى 7 يوليو الجاري، وقد شارك فيها 40 فتاه من منتسبات نشاط التصوير بالانديه والمراكز الشبابيه ومن خارجها. الدورة كانت جدا مفيدة ممتعة وأضافت لي الكثير، يعني بما أني مهندسة معمارية يعني لازم أتعلم بالضبط أساسيات التصوير، وهاي الدورة أول شيء بدأوا بينا بأساسيات التصوير، وكان في 3 أيام طلعنا برا المتحف الإسلامي وإسباير، وكان في استوديو تصوير استوديو داخل القاعة، فكانت جدا مفيدة وحلوة. استفدت منها أساسيات التصوير وكيف نعدل الإضاءة على حسب المكان اللي قاعدين فيه، وعرفنا الفرق بين التصوير الطبيعي والتصوير في الاستديو. استفدنا أساسيات التصوير ومتى نستعمل الإضاءة المناسبة برا غير، ومتى نختار وشلون نضبط التي في والاي في في الكاميرا على حسب الجو اللي احنا فيه. وبعد صورنا استديو هني شلون نصور صور شخصية وشلون نستعمل الفلاش لها وشلون نضبط على الكاميرا وبس، وصورنا صور بعد برا على خارج المبنى في سباير وفي المتحف الإسلامي. تهدف هذه الورشة إلى اكتشاف وتطوير المواهب الجديدة في التصوير الفوتوغرافي والعمل على صقل مهاراتهم وإرشادهم بشكل علمي وعملي لكيفية اختيار معدات التصوير وفنون التقاط الصورة.